أهلا بكم إلى الصحية وفي عناوينها. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمهد لموديرنا كلقاح فعال لكورونا، وبريطانيا تدخل المرحلة الأخطر لمواجهة تفشي الجائحة. لمن يعانون نقصا في فترات النوم، عليكم بالعتمة والغذاء الصحي وتقليل الوقت المخصص للشاشات على أنواعها. الهندسة البيئية للمدن طبقها العرب قديما، ويكاد العلم الحالي ينساها. بعد فايزر تمهد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح موديرنا المضاد لكورونا، فاللقاح وفق الوكالة أثبت فعالية كبيرة، وذلك بعد تجارب أجريت على 30,000 متطوع، حيث تبين أن بعض الأشخاص الذين بدأوا الاختبارات وهم لا يحملون الفيروس أصيبوا بعدوى ضعيفة بعد تناولهم الجرعة الأولى. وهذا يعني وفق الرئيس التنفيذي للشركة أن اللقاح يمكنه إبطاء انتشار الفيروس في المجتمع، إضافة إلى حماية الناس من الإصابات الحادة. والسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت جنوب شرق بريطانيا سريعة الانتشار، لكنها غير خطيرة على نحو كبير، نتيجة توصلت إليها منظمة الصحة العالمية بعدما أعلن وزير الصحة البريطاني عن نوع جديد من وباء كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس. وطمأن الوزير البريطاني لأن هذه الطفرة الجديدة لن تتغلب على اللقاح المضاد. وتدخل لندن وأجزاء من المملكة المتحدة اليوم في المستوى الثالث، وهو أخطر مرحلة لمواجهة تفشي جائحة كورونا. وتشمل قيود المستوى الثالث إغلاق الفنادق ودور الضيافة والحانات وجميع المقاهي والمطاعم. وفي إطار التدابير نفسها، حضرت السلطات البريطانية تجمع أكثر من 6 أشخاص في الأماكن العامة، فيما منع من لا يعيشون معا في مكان واحد من التجمع في الأماكن المغلقة أو في حدائق المنازل. ومن كورونا إلى أخبار طبية وصحية متنوعة. كثيرون ممن يعانون مشاكل في النوم قد يضطرون معها إلى اللجوء إلى خيارات يكون لها نتائج عكسية. دراسة لكليفلاند كلينيك تقدمت بنصائح متعددة من شأنها المساعدة على الحصول على فترات نوم مريحة، أبرزها الابتعاد عن الضوء، التقليل من الوقت المخصص للتلفاز أو وسائل التواصل، تناول الأكل الصحي كالحبوب الكاملة والمشروبات الدافئة ولا سيما البابونج والحليب، تناول الأدوية المساعدة على النوم على نحو مدروس، تقليص فترات القيلولة النهارية، وتجنب الكحول. الشعور بالوحدة قد يقوي أجزاء من الدماغ مرتبطة بالذكريات والتخطيط المستقبلي والخيال. باحثون من جامعة ماكجيل الكندية أجروا دراسة عبر التصوير بالرنين المغناطيسي وعلم الوراثة والتقييمات الذاتية النفسية 40,000 من الكبار في السن من المملكة المتحدة، فاكتشفوا أن الأشخاص المنعزلين أكثر عرضة لاستخدام الخيال أو ذكريات الماضي أو آمال المستقبل للتغلب على عزلتهم الاجتماعية. ومن أخبار كورونا والدراسات الطبية إلى الملف البيئي وكيف ننشئ مدنا بيئية. يرتبط التطور العمراني ارتباطا وثيقا بالتطور البشري، لكن العمران قديما كان ربما أفضل لمراعاته الاحتياجات السكانية على أنواعها. فالمعماريون القدماء عرفوا بهندستهم البيئية للمدن التي نحن أحوج ما نكون إليها اليوم. يتغلب مفهوم العشوائية في البناء على معظم المدن العربية في أيامنا هذه، بحيث تبدو معايير التخطيط السليم شبه معدومة. على عكس هذا المشهد، كان الاهتمام بالمعايير البيئية في تخطيط المدن العربية والإسلامية يطغى قبل مئات السنين.
بدأ تخطيط المدن والعمارة الإسلامية مع الهجرة إلى المدينة المنورة حين أصبح للمسلمين مدينتهم الأولى، وكانت تقع على طريق التجارة إلى الشام وذات تربة خصبة ومياه وفيرة مقارنة بمناطق أخرى في الحجاز. في كتابه المقدمة يعطي ابن خلدون موضوع جودة الهواء بعدا استراتيجيا، ويشدد على أن المدن التي لم يراعى فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض في الغالب، فيما ارتكز اختيار عمر بن الخطاب موقع مدينة البصرة على مبدأ التوازن بين الصحراء والريف، فوجود المرعى كان أساسا في الاختيار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لسكان المدينة من العرب الذين كانوا يحترفون الرعي. منهجية أخرى في البناء برزت مع ابن أبي الربيع الذي يعد من أوائل العلماء الذين وضعوا الحجر الأساس في اختيار مواضيع المدن ومعايير الاستدامة في تخطيطها قبل 1000 عام تقريبا. الاهتمام بالمعايير البيئية في تخطيط المدن العربية والإسلامية تجلى مع عزم الحجاج بن يوسف الثقفي في القرن 8 الميلادي على تأسيس مدينة واسط مراعيا معظم المعايير، حيث أمر أن يكون المكان مرتفعا وعلى نهر جار عذب، وأن يكون مناخ الموضع جيدا وطعامه سائغا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة حيفا في فلسطين المحتلة المهندس البيئي عمر عاصي. سيد عمر، مرحبا وأهلا بك معنا في الصحية. نسمع كثيرا عن الهندسة البيئية وربما كثيرون لا يعرفون أهميتها ودورها. نبدأ لو سمحت من أهمية ودور الهندسة البيئية في المدن، ولماذا المدن بشكل عام هي بحاجة إلى التخطيط البيئي السليم؟ تحياتي أستاذ أحمد. بداية، الهندسة البيئية اليوم هي يعني عندما يعني إذا رأينا المدن اليوم فهي مناطق مكتظة جدا بالسكان، وفوق اكتظاظ السكان يضاف عنصر جديد اللي ما كان بالضبط في الماضي، اللي هو عنصر السيارات أو المراكب. يعني تقريبا اليوم لكل إنسان بالغ تقريبا ممكن لاقي إنه سيارة، فبالتالي وجود السيارات، وجود المصانع بالقرب من المدن، حتى كميات النفايات التي تخرج من المدن هي بالأطنان طبعا وليست بالكميات قليلة. استهلاكنا للمياه هو شيء اللي هو يعني صعب نتخيل، ولكن بالمعدل ممكن الإنسان يستهلك باليوم 100 لتر. تخيل المدن التي تسمى ميجا سيتيز، حيث يعني بيكون هناك سكان فوق العشرة مليون، فنتخيل كل عملية بسيطة نقوم فيها فيها أثار وأبعاد بيئية كثيرة. فمن هنا يعني يتجلى أهمية تخصص الهندسة البيئية في المدن. سيد عمر، ينعكس التخطيط البيئي السليم طبعا على حياة الناس بشكل إيجابي بشكل مباشر، كيف؟ هل يمكن أن تشرح لنا ما هي هذه العلاقة بين حياة الفرد والهندسة البيئية السليمة؟ أكيد، يعني مثل ما قلت قبل، كل سلوك بنقوم فيه في حياتنا اليومية له أبعاد كثيرة. يعني بدي أبسط مثال، لو أنه كل إنسان يحاول يقلل مثلا من نفاياته مثلا بمعدل 100 جرام حتى، اللي هي شيء كمية قليلة جدا، مثل موضوع نفايات الطعام اللي هو موضوع كثير كثير شائك اليوم، مع أنه يتنافى حتى مع القيم الإسلامية، ولكن بنشوفه كثير في المدن الإسلامية وحتى في مواسم مثل رمضان. فبالتالي السلوك الفردي ها يؤدي إلى أضرار بيئية كثير اللي ترتبط بمسائل مثل الاحتباس الحراري. موضوع هدر المياه، يعني الإنسان المعاصر اليوم يعني ممكن يأخذ خلينا نقول أرقام قياسية في استهلاك المياه، مع أنه هذا كمان يتنافى مع القيم الإسلامية اللي هي لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. وهنا بجزء أهمية الموضوع اللي نحكى عنه في التقرير السابق، كل قصة كيف في الماضي كان التخطيط وكيف التخطيط اليوم. يعني بنشوف اليوم للأسف في كثير مدن حتى بنشوف أنه موضوع جمع النفايات هو مش أولوية للحكومات ولا للسياسيين. يعني زي حتى للأسف موضوع مثلا تلوث الهواء يعتبر للنخبة البيئية، النخبة اللي هي أو حتى الأحزاب البيئية. في المقابل بنشوف أنه ابن خلدون، بنشوف أنه ابن الأزرق، ابن أبي الربيع، بنشوف علماء كثار حتى في القدس الأطباء. يعني أول من تحدث في الهندسة البيئية قبل 1000 عام كان طبيب مقدسي كان يعمل في مدينة الرملة، فهناك كتب كتاب عن جودة الهواء وعن طيب الهواء، لأنه فعلا
إذا الهواء مثل ما قال ابن خلدون، طيب الهواء أساس للسلامة السكان يعني، أو للصحة العامة بمفاهيم اليوم. فبالتالي يعني هذا شيء مؤسف جدا إنه نشوف موضوع مثل جودة الهواء اليوم. إحنا مدننا بتعاني حتى من حرائق، يعني أنا ما بدي أحكي لسه عن ثاني أكسيد الكربون وارتفاعه في نسبته في وكل الجو. هذا سيد عمر مرتبط طبعا بسلوك الفرد، وأيضا هنا يعني هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الفرد في إنجاح هذا التخطيط البيئي السليم للمدن، أليس كذلك؟ بلا شك بلا شك، يعني للأسف ثقافتنا الاستهلاكية يعني إذا ممكن نلاقي السبب لكل المشاكل البيئية اللي احنا بنعيشها ففعليا هو الاستهلاك تبعنا. يعني لو كل إنسان بقلل الاستهلاك، أو خلينا نقول بيعمل ترشيد للاستهلاك، يعني اليوم للأسف بتلاقي أنه حتى، وأعتقد هذا الشيء مهم في وقت الكورونا، أنه الناس اكتشفت من جديد أهمية الخروج للطبيعة. في صحيح. المقابل قبل الكورونا كان معظم خروج الناس مع العائلة إلى المجمعات التجارية، إلى المولز كيف ما باللهج أو بالمتعارف عليه. للأسف يعني لما خروج العائلة بيكون لمجمع تجاري وبيكون عبارة عن عملية استهلاك بدل ما يكون عملية ترفيه عن النفس وترويح عن النفس في الطبيعة، هان في وقت الكورونا بدأنا نحس بأهمية وجود مثلا أماكن طبيعية أو الأماكن المفتوحة في المدن، أماكن خضراء. فكله كسلوك استهلاكي إحنا للأسف بنساهم كثير كثير في المشاكل البيئية، يعني حسب رأيي طبعا وحسب رأي كثير خبراء بيئيين. طيب سيد عمر، قبل البدء بوضع خطط هندسية بيئية في مدينة ما، ما هي المعايير أو النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل البدء بهذا المشروع؟ يعني ممكن أعطي مثال وأربطه مع مثال قديم اللي هو كيف يعني ما ابن خلدون حكى، أو حتى الحجاج في وصف طيب الهواء وهيك. اليوم مثلا إذا بدنا نخطط لرياض أطفال أو لأماكن عامة، الأصل كل الأصل في التخطيط البيئي إنه أنا أبعد هذه الأماكن عن الطرق الرئيسية، لأنه فعليا إحنا بنعرف السيارات هي من أهم مصادر تلويث الهواء في المدن. فالأصل إنه أنا لما يعني اللي إحنا بنعمله اليوم في شغلنا في التخطيط البيئي إنه أنا باخذ خرائط جي اي اس مثلا، اللي بيكون عندي وين ارتفاع الملوثات، وبحاول ابعد المناطق الممشى مثلا او الكورنيش او اي منطقه، بحاول ابعد السيارات عنهم، يعني اقلل كميه السيارات، او بالعكس ببعد الناس او الاستخدامات الحساسه بنسميها عن المصادر التلوث. فهذا الشيء كان ينعمل بالماضي. وعلى فكره ابو بكر الرازي احد الاطباء في بغداد لما صمم المستشفى كان أحد المعايير عنده إنه أنا أبعد المستشفى، يعني عمل فحص ذكي جدا لجودة الهواء وأبعد المستشفى عن المناطق اللي فيها جودة الهواء سيئة. إحنا اليوم بعتقد يعني في التخطيط البيئي للأسف، بقولها كمان مرة، لما نشوف البلديات وحتى على مستوى السياسات العامة والسياسات البيئية، كأنه لما بتكون في جلسة لقرار معين في البلدات أو في المدن، إذا حكى موضوع بيئي كأنه بنحكى عن شيء اللي هو خيالي أو لا يخصنا. فعليا هذا شيء يخص السلامة العامة، بمسها بشكل أساسي. وبتخيل من الوعي بحد ذاته بأهمية هالموضوع هو الانطلاقة لتخطيط بيئي مستدام في مدننا العربية والمدن عموما. يعني طيب سيد عمر، دائما في حديثك ومن خلال مقالاتك طبعا الكثيرة تعود إلى العلماء القدماء وأهمية دورهم وإدراكهم لأهمية هذا التخطيط السليم، التخطيط طبعا البيئي في المدن، وكأنك تقول أن معظم مدننا اليوم تفتقد أو تفتقر إلى هذه الهندسة البيئية. طيب ما السر في ذلك؟ يعني الهندسة البيئية واضح أنها ليست حديثة، قديمة جدا ومنذ نحو 1000 عام كما تفضلت منذ قليل، وحضرتك تقول في إحدى المقالات أن ابن خلدون أبرز من تحدث في تخطيط وتنظيم المدن في العالم العربي والإسلامي أيضا. صحيح، فعليا أولا ممكن أنا درست في ألمانيا، وحتى في ألمانيا اليوم يعني ما اللي درسناه إنه الأصل لما في أي تخطيط مستدام، أي تخطيط بيئي، ننظر للمعايير المحلية، للظروف المحلية، حتى للعلاقات الاجتماعية بين الناس، هذا لازم يكون حاضر في التخطيط. اللي صار في المدن العربية للأسف إنه أهملنا كل التراث المعماري اللي عندنا، وهو شيء مهم جدا جدا، وكمان حاولنا نقلد الغرب بطريقة خاطئة، يعني عملنا تقليد كأنه مش بس أعمى، تقليد فاشل.
وهنا احنا بنشوف الفشل. يعني لا احنا عندنا مدن على النمط الغربي ولا عندنا مدن على النمط الشرقي اللي هو في أصالة وفي ارتباط أكثر بواقعنا وحياتنا. وللأسف المدن صارت عندنا عبارة عن، يعني في مصطلح العشوائيات في مصر، للأسف أنا بعتبر كثير من مدننا اليوم هي عشوائيات. يعني مثلا أبسط مثال، لما نشوف عمر بن الخطاب بعطي توصيات إنه يكون محل رحبة لمحل زي أماكن لوقوف الخيل نعم قبل حوالي 1400 سنة، وإحنا اليوم بنشوف مدينة تخطط وحارات كاملة بدون ما يكون مصفات سيارات كما يجب. يعني بنشوف الازدحامات كثيرة وممكن الإنسان يجي وما يلقاش موقف لسيارته. من يعني هذا المثال من ناحيتي بحد ذاته، إنه اليوم لا إحنا بنخطط كما الغرب ولا بنأخذ بالمراجع الأصيلة والمرتبطة بثقافتنا. نعم من هنا بتبدأ المشكلة طيب، من خلال اطلاعك للأسف. سيد عمر ودراساتك طبعا، لو يمكن أن تعطينا مثلا عن أبرز المدن العربية أو الإسلامية التي فعلا تعاني وتفتقر إلى كل معايير التخطيط البيئي السليم. يعني صراحة في عندك القاهرة مثلا تعاني بشكل رهيب من حتى التلوث، كيف التوسع العمراني بشكل غير مدروس وغير مخطوط غير مخطط، حتى خطط الإصلاح عادة بتكون تقليد لليوم للأسف. يعني مع إنه في عندنا علماء كثير في مصر اللي بيحكوا عن فقه العمران وبيحاولوا يرجعوا للأصالة، بنشوف إنه لما بيجي المشروع بيكون المقاول عادة من فئات معينة اللي للأسف بيكونش التخطيط كما يجب. حتى بيروت، كل موضوع النفايات ببيروت وفشله هو كمان فشل في التخطيط العمراني من ناحيتي. للأسف في فلسطين يعني بنشوف مثلا، إذا بدك تأخذ مثال مدينة الناصرة مثلا، بنشوف إنه المدينة بتتطور وبتكبر وبتكبر بس لليوم تدار كأنها قرية كبيرة، وهنا في إشكالية كبيرة. بتخيل في كثير نماذج للأسف اللي هي يعني للأسف اليوم، يعني حتى معظم المدن العربية هي لا تدار كما يجب أنا بحسب رأيي. يعني طيب وفي في مسألة اللي هي تفضل. مهمة برأيي، موضوع الشتاء، وبما إنه إحنا الآن بموسم الشتاء، يعني بنشوف حتى كفقه إسلامي في زي اتفاق إنه الأصل الناس ما تسكنش في بطون الوديان أو في المناطق اللي فيها بصير جريان ماء. بنشوف مثلا في عمان بنشوف الناس بتسكن في المناطق اللي فيها مجرى مياه قوية جدا وبتصير سيول. نعم فبالتالي تخيل معي انه احنا ممكن نشكو من التخطيط العمراني مثلا من السياسات الموجودة في مدينة طيب مثل عمان، وللأسف في المقابل احنا اللي مارسنا اخطاء، يعني احنا اللي سكننا في الوادي. فبالتالي في خطأ على البلدية طبعا، على البلديات الكبرى، انه هي ما بتخططش كما يجب وبتعطيش بتحطش الحدود اللازمة احيانا كما يجب، طيب وكمان ما بتطرحش البدائل اللازمة. نعم بالتالي كمان احنا كسكان الأصل عندنا المعرفة طيب الأصلية إنه في الفقه الإسلامي مثلا السكن في بطن الوادي هو شيء مكروه يعني عند كل العلماء. فبالتالي يعني تخيل أمور بسيطة جدا اللي احنا اليوم للأسف فقدناها نعم بسبب طيب بعدنا عن سيد مراجعنا عمر، الأصلية، هنا بسبب يمكن أن تحديث نسأل عن، سيء الغرب. لو سمحت، هنا يمكن أن نسأل عن مدى نجاعة خطط الإصلاح التي يمكن أن توضع طبعا بعد كل هذا الواقع. للأسف يعني هذا واقع، نتحدث عن واقع اليوم، الواقع المزري في بعض المدن، وحضرتك أعطيت عدة أمثلة. وبماذا ترتبط هذه الخطط؟ برأيي خطط الإصلاح للأسف يعني لازم نعترف وكشخص بيشتغل في التخطيط البيئي، أحيانا تكون الخطة ممتازة على الورق ولكن الخطة على أرض الواقع فجأة تدخل، يعني يكون هناك تدخلات من جهات مختلفة وتتعطل كل خطط المهندسين. فعشان لا نلقي اللوم على أصحاب التخصص يعني، فعندنا أنا برأيي أهم شيء يكون إرادة سياسية للتغيير، وكمان وعي مجتمعي. لما أنا عندي مجتمع اللي لا يعي أو حتى لا يبالي بوجود مناطق خضراء في محيطه، كيف أنا بدي أدافع عن حقوقه؟ حتى كحكومي أنا ممكن يعني أهمل هالموضوع لأنه فيش وعي مجتمعي. يعني في أحد الجلسات البيئية التي كنت فيها قال، يعني أخبرني شخص من يعمل في البلديات من 30 سنة، قال لي مثلا موضوع كرة القدم لا يمكن لأحد التلاعب فيه،
في عندنا في مجتمعاتنا العربية، ولكن موضوع بيئي، حرق نفايات، موضوع إقامة حدائق عامة، يعني حتى الناس غير معنية فيه، ومستحيل تلاقي إنسان بيجي بشكوى هو وجماعته مثلا إنه عندنا في نقص في المناطق الخضراء، تلاقيش هل فمن هون أنا برأيي نعم إنه من هنا المشكلة، يعني كوعي مجتمعي كسياسات عامة. الأصل أنا برأيي إذا بدنا نحكي على سلوك أفراد وكيف إحنا ممكن نغير، الأصل إنه نبدأ في الوعي ونطالب في حقوقنا، طيب حقوقنا البيئية اللي هي حقوق أساسية، يعني اللي طالب فيها ابن خلدون لما بنحكي عن طيب الهواء وسلامة السلامة والصحة العامة، نعم لما بنحكي عن الحق في مناطق خضراء، لما بنحكي على حتى إنه وجود مواصلات عامة في المدن. طيب يعني تخيل كل هذه مسائل أساسية اليوم للأسف حتى اليوم في سنة 2020 إحنا مش بنطالب نعم فيها. سيد عمر، لو سمحت سؤال أخير. تحدثنا كثيرا عن بعض المدن العربية وهذا الواقع للأسف فيما يتعلق بالتخطيط البيئي في بعض المدن العربية والإسلامية. إذا ما أجرينا مقارنة بين عالمنا العربي مثلا وباقي الدول الأوروبية أو الغربية بشكل عام، ماذا يمكن أن نقول؟ أيضا الدول الأوروبية والغربية لديها أيضا سلبيات فيما يتعلق بالتخطيط البيئي، وهناك أيضا في بعض المدن نسب تلوث عالية جدا، أعلى من مدننا. صحيح، ولكن يعني دائما في الغرب في احزاب بتشتغل على موضوع البيئه بشكل جدي وحقيقي. بنشوف انه في مثلا المانيا حزب الخضر قدر يوصل للحكومه وقدر يعمل تغييرات كثير اللي بتصير. للاسف عندنا البيئيين كانهم يعني ناس هناك من خارجين عن يتابع الصف. ويعمل على الإصلاح، كيف؟ هناك من يتابع دائما ويعمل على الإصلاح. بلا شك بلا شك، وحتى الجمهور، يعني لما تصير قضية النفايات مثلا في ألمانيا هي قضية كل عنصر في المجتمع، عندنا قضية النفايات هي نعم قضية البلدية فقط، يعني كأنه هذا مش موضوع اللي بهم أي حدا، بس فقط البلدية. ومن هنا يعني أنا برأيي إنه قبل أي مقارنة مع الغرب بحسب رأيي، يعني الأصل ندرس كيف التحولات حصلت في الغرب. مثلا في ألمانيا الوضع في سنوات السبعين كان مشابه نوعا ما لبلادنا اليوم، فالأصل قبل ما نيجي نقلد الغرب ونعمل مثلا فصل نعم نفايات ونأخذ خطط جاهزة من عندهم، نعم الأصل نشوف كيف التطورات حصلت هناك شكرا جزيلا وبالتالي لك على كل حال. شكرا نشتغل جزيلا لك كمياتنا. على كل هذه المعلومات وهذه المشاركة. المهندس البيئي عمر عاصي، كنت معنا من مدينة حيفا في فلسطين المحتلة. بالعودة إلى باقي أخبارنا في الصحية، ننتقل إلى بريطانيا حيث تسعى روزاموند إلى تسجيل سبب وفاة طفلتها بأنه التلوث كي يعمل العالم على الحد من هذه الآفة. فالطفلة أيلا ذات الأعوام التسعة قضت في العام 2013 في المستشفى من جراء تعرضها لأزمة ربو حادة، إلا أن القضاء أبطل هذه النتيجة قبل أيام بعد ظهور دلائل علمية وأبرزها أن تعرض الطفلة المتوفاة لمستويات تلوث عالية بالهواء حيث تسكن قد يكون السبب في زيادة حدة أزمة الربو لديها وبالتالي في وفاتها. وصلنا إلى ختام الصحية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.